لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع راية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومع سلسلة كل يوم معلومة. معلومتنا رقم 19، إزاي نعمل قائمة منسدلة تعتمد على قائمة أخرى. هنشرح إن شاء الله إزاي نعمل الجداول اللازمة، وكمان نربط الجداول ببعض ونعمل الريليشنشيب، وبعد كده هنعمل الفورمز وندخل بعض البيانات للجداول علشان نعمل تجربة عليها، وبعد كده هنعمل الأكواد الـ VBA المطلوبة، وبعد كده هنعمل تيست لقاعدة البيانات. أنا عندي أكتر من مثال، أنا هشرح مثال واحد فقط، والمثالين التانيين بطريقة مختلفة أنت ممكن يعني تحاول تفهمهم إن شاء الله. هفتح المثال الأول اللي هو خاص بالدول countries. عندي جدولين، جدول خاص بالدولة، كود الدولة واسم الدولة، نوع البيانات كود الدولة رقم تلقائي، اسم الدولة نص، هنا مفتاح أساسي لكود الدولة. عندي هنا جدول خاص بالمحافظات، كود المحافظة، كود اسم المحافظة، كود الدولة التابع لها المحافظة، يعني مثلا القاهرة تتبع مصر اللي هي رقم واحد هنا. نوع البيانات كود الدولة، كود المحافظة رقم تلقائي، يعني هو مجرد فهرس لو انت عايز تلغيه مفيش اي مشكلة. اسم المحافظة هنا كود الدولة عشان اربط علاقة one to many ما بين الجدولين، بحيث انه الدولة الواحدة تحتوي على اكثر من محافظة، لكن مش معقول المحافظة الواحدة لها اكثر من دولة. تمام، بعد كده العلاقات relationship، بعمل علاقة one to many ما بين كود الدولة في جدول الدول وكود الدولة في جدول المحافظات، وتكون علاقة one to many، يعني هنا الدولة تكرر مرة واحدة وهنا تكرر أكثر من مرة. بعد كده بنشئ النموذج بيكون بهذا الشكل، بحيث إن أنا بختار الدولة مثلا مصر، بعد كده تظهر لي المحافظات الخاصة بجمهورية مصر العربية. لو خدت الدولة مثلا العراق تظهر لي المحافظات الخاصة بالعراق، لو انا اخدت مثلا الكويت تظهر الكويت محافظاتها، واليمن نفس الشكل، سوريا برضو نفس الشكل، ليبيا برضو نفس الشكل، واخيرا مصر. ازاي نعمل الكلام ده كله خطوة خطوة ومن البداية؟ الاول هنصمم الجداول، هنروح على كرييت وتيبل ديزاين، هكتب باللغة العربية علشان تكون سهلة عليك، عشان في ناس طلبت مني ان انا اكتب باللغة العربية، لكن انا مش بحب اكتب باللغة العربية علشان الاكواد بتتعبني في اللغة العربية. المهم هنا كود الدولة، الجدول ده هيكون خاص بمين؟ هيكون خاص بالدول. لو انت عايز تعمل رقم تلقائي مفيش مشكلة، لو انت عايز تعمل رقم مفيش مشكلة، انا عن نفسي افضل الارقام. هنا اسم الدولة، لو انت عايز تضيف بيانات اخرى مثلا عدد سكان الدولة او عدد المحافظات او صورة لعلم الدولة، اي بيانات انت عايز تضيفها براحتك مفيش اي مشكلة، لكن انا بعرض لك المثال بشكل عملي. كده عملنا كود الدولة رقم مفتاح اساسي، واسم الدولة نوع نص، بعد كده بحفظ الجدول واسميه الدول. عملنا جدول الدول، بعد كده بأنشئ جدول خاص بالمحافظات. هنا بكتب كود المحافظة، بخليه رقم برضو. لو انت عايز تشيل كود المحافظة مفيش مشكلة عادي شيله. بعد كده عندي اسم المحافظة بيكون نص، بعد كده بيكون عندي كود الدولة التابع لها المحافظة، يعني محافظة القاهرة تابعة لجمهورية مصر العربية، فبالتالي لازم أدخل كود الدولة، ولازم كود الدولة يكون نفس نوع البيانات في جدول الدول اللي هو بيكون رقم، علشان أستطيع إنشاء العلاقة ما بين الجدولين.
كده انا انشأت جدول المحافظات. ممكن استغنى عن هذا الحقل تماما واترك الجدول بدون مفتاح اساسي واحفظه ايضا، مفيش اي مشكلة. بحفظ واسميه هنا المحافظات بهذا الشكل واضغط اوكي. كده انشأنا الجداول. تعال مع بعض ننشئ العلاقات ما بين الجداول. بروح على التبويب Database Tools واختار Relationships. هنا العلاقات ما بين الجداول القديمة، بضيف بعد كده الجداول الجديدة، Drag and Drop سحب وإفلات. هنا الدول وهنا المحافظات. بسحب كود الدولة على كود الدولة في المحافظات وأعمل فرض التكامل المرجعي بحيث يكون 1 to many علاقة رأس بأطراف. لو انت عايز تفرض تتالي التحديث وتتالي الحذف برضو مفيش اي مشكلة براحتك. create الكلام ده طبعا كله احنا شرحناه سابقا. بعد كده بغلق relationship واحفظها. دلوقتي ادخل بعض البيانات داخل الجداول علشان نختبرها. انا اكتفي بهذا القدر وبعتذر لو انا يعني ما كتبتش اي دولة تانية، ده مجرد مثال. المحافظات انا بكتب هنا كود المحافظة واسم المحافظة وليكن القاهرة. كود المحافظة رقم 2، لاحظ ان كود المحافظة مفتاح اساسي لا يقبل التكرار. القاهرة مثلا سوهاج. انا بكتب في محافظات جمهورية مصر العربية. رقم 3 المنيا. رقم 4 البحيرة. رقم 5 بني سويف. وهنكتفي. طبعا انا كاتب هنا في جدول الدول انه مصر واخده كود الدولة رقم 1، فلازم اضع كود الدولة هنا رقم 1 زي هناك علشان تحصل تطابق ما بين العلاقات. انا كده دخلت دولة واحدة فقط. لو روحت على جدول الدول، عفوا ادخلت محافظات دولة واحدة اللي هي مصر، لو انا ضغطت على علامة الزائد في الجدول ألاحظ أنه تم إدخال المحافظات بهذا الشكل. ممكن بعد كده أضغط على جدول الزائد وأدخل أيضا البيانات من هذا الشكل بحيث أن أنا أكتب كود المحافظة رقم 2، اسم المحافظة حقيقة أنا مش عارف أسماء المحافظات وليكن جدة مثلا. هنا أكيد في تكرار في شيء معين. كود المحافظة انا دخلت كود المحافظة رقم 2 وهنا كان داخل كود المحافظة رقم 2 في سوهاج، فانا لازم بكمل الاكواد على الاكواد السابقة، فهنا بكتب رقم 6 كده يعني تمام. العراق مثلا رقم 7 وليكن مثلا اربيل. اليمن رقم 8 وليكن مثلا صنعاء. سوريا مثلا رقم 9 وليكن دمشق. ليبيا رقم 10 وليكن مثلا طرابلس. الكويت رقم محافظة رقم 11 وليكن مثلا الجهراء. انا هكتفي باسم محافظة واحدة فقط. لو انت رحت على جدول المحافظات تم ادخال المحافظات وتم ادخال الاكواد تلقائيا تمام. بعد كده انشأنا اولا كده انشأنا الجداول وانواع البيانات وادخلنا البيانات وانشأنا العلاقات. يتبقى لنا انشاء النموذج. هضغط على كرييت وانشئ نموذج فارغ تماما. انا مش عايز مصدر للبيانات اصلا. انا هضيف مفتاحين كومبو بوكس اهو، ده الكومبو بوكس. بضيف مفتاحين بهذا الشكل. اول مفتاح بيقول لي هنا انت عايز الكومبو بوكس هتاخده من جدول اخر او استعلام، ولا انت عايز تضيف مع بعض البيانات يدويا. انا هقول له كنسل، مش عايز اي شيء، انا هعملها يدوي تمام. هنا بكتب الدولة وبضيف كمان كومبو بوكس تانية واكتب المحافظة
بهذا الشكل، بس بدي اسماء للأنباوند. هنا مثلا دي اسميها سي 1 مثلا، ودي هسميها جي 1. هروح على الدولة في مصدر البيانات بتاعتي الرو سورس، اضغط عليه علشان اضيف الاستعلام. انا عملت مين؟ عملت في الدولة، يبقى اذا اضيف جدول الدول، هضيف كود الدولة واسم الدولة واضغط اغلاق. بعد كده بروح على الفورمات علشان اضيف عمودين بدل ما عمود واحد. يعني انت لو شفتها على كده هتلاحظها بهذا الشكل 1 2 3 4، لكن انا عايز اضيف عمودين هنا من الفورمات كولم كاونت عدد الاعمدة، اقول له 2. ولو عملتها على كده بس هسميها مثلا فورم 1 مفيش مشكلة. هروح على فيو، لو شفت عملت كده هتلاحظ ان هنا رقم واحد برضو ظاهر واسماء الدول يعني بعيدة شوية. تعالى كمان نعمل تحسين اكتر من كده، هقول له هنا الكولم ويدز عرض العمود، العمود اللي هو اللي فيه الارقام اللي هو بيكون العمود الاول، على حسب ايه؟ على حسب ما انت عملت في الريكورد سورس، ضفت مين الاول؟ ضفت كل الدولة، يبقى اذا هو العمود الاول. يبقى في الفورمات العمود الاول هقول له صفر، انا مش عايز الاكواد دي خالص، واعمل سيمي كولم بحرف الكاف واقول له مثلا 5 سنتي اللي هو العمود الثاني، اصبحت بهذا الشكل. الليست روز اللي هي عدد الصفوف داخل القائمه، يعني ازاي عدد الصفوف؟ يعني الصف العمود ده هيشيل كام دوله؟ 16 دوله زي ما انا عملت هنا، هنا مكتوب 16 بس هيشيل 16 دوله. الليست ويدث اللي هي عرض القائمه، عرض القائمة يعني العرض بتاع كلمة مصر السعودية انت عايزها كام؟ يفضل انك تكتب عرض القائمة زي عرض العمود الثاني وليكن مثلا 5 سنتي، واعمل سيف واروح للفيو الاحظها بهذا الشكل. طبعا انت ممكن تعمل هنا توسيط بهذا الشكل ونصغر الخمسة سنتي دي نخليها 3 سنتي كويس، واعمل سيف وفيو اصبحت بهذا الشكل. تمام. نفس الامر ينطبق على المحافظة، بروح على مصدر البيانات واضيف الاستعلام بتاعي الخاص بالمحافظات، اضيف كود المحافظة واسم المحافظة. تمام. طبعا لو انا سبتها على كده وعملت رن مثلا هيظهر لي هنا اسم كود المحافظة والقاهرة، ده انا كده بشغل الاستعلام. طب هعمل كلوز واشوف النتيجة ايه اللي هيحصل. هروح على الأول نضيف نعمل عدد الأعمدة زي ما عملنا هناك، هنا هيكون عمودين، هيكون صفر 5. الليست ويدث هخليها أوتو يعني على حسب أكبر واحدة فيهم. هنا الدولة مصر، المحافظة جايب لي كل المحافظات، القاهرة وممكن المنيا ممكن جدة، فبالتالي جايب كل المحافظات. طيب أنا عايز أقول له إيه؟ أنا عايز أقول له لأ، لو أنا اخترت لك مصر خد بالك هنا المفروض يتكتب رقم واحد، يعني المفروض يتكتب كود وليس اسم. ده انا ازاي جبت الاسم؟ عن طريق ان انا ضفت حقلين داخل الاستعلام واخفيت الحقل الاول في عدد الاعمده اللي هو الاكواد. فانا عايز اديله شرط اقول له المحافظه ما تظهرش هنا غير حسب الكود الخاص بالدوله فقط. ازاي اعمل الكلام ده؟ تعال نشوف. هروح على المحافظه في مصدر البيانات في الاستعلام واضيف كود الدوله، تمام، بس اجعله مخفي بهذا الشكل، او لو عملته ظاهر برضو مفيش اي مشكلة براحتك. بعد كده بقول له بضيف له شرط هنا على حسب ايه؟ كود الدولة الموجود في المربع او في القائمة المسجلة الاولى. ازاي الشرط هيكون؟ هقول له forms، الشرط بتاعي انا هجيبه من نموذج اسمه form 1 في مربع نصي اسمه سي 1 اللي هو الخاص بالدولة وجي 1 اللي هو الخاص بالمحافظة. فانا عايز اقول له على حسب كود الدولة يبقى هضيف سي 1. يبقى انا عايز اقول له بشرط ان كود الدولة اللي موجود في المحافظة يطابق كود الدولة الموجود في الدول، واعمل سيف واعمل اغلاق، اعمل سيف واروح على فيو. هنا الاحظ ان المحافظات ظاهرة، بس هيكون عندي مشكلة بسيطة. لو انا مثلا اخترت السعودية برضو ما زالت القاهرة موجودة، لو انا اخترت العراق برضو ما زالت القاهرة موجودة، لكن هو حدد فعلا على حسب الكود. طب ايه المطلوب علشان يغير معايا كل ما انا اغير الدولة يغير معايا ايه؟ المحافظة. لازم اروح على الدولة وفي الاحداث ايفنت
اقول له هنا افتر ابديت بعد التحديث، ممكن اعملها بالفي بي اي وممكن اعملها بالماكرو. احنا هنعملها بالماكرو اسهل. هضغط هنا واقول له استخدام الماكرو بيلدر، هقول له هنا ايه ار اي كيو ريكويري، يعني لازم الاسم المربع ده يكون يجب ادخاله. ما بنحطش السي 1، بنحط الجي 1 هي المطلوبه، الجي 1 هي المطلوبه. واعمل له ريفريش ريفريش واعمل كلوز كده. معناه بقول له انه بعد ما بدخل الدوله بعد ما حدثها المحافظه مطلوبه، واعمل حفظ وراح اشوف هنا الدوله لكن هنا المحافظه. اعمل اغلاق المحافظه هنا فارغه. لو لاحظت لما ضغطت على المحافظه مفيش محافظات. لو رحت على الدوله مصر هنلغي الريفريش دي خالص. لو رحت على مصر تنزل لي المحافظات الخاصه بمصر فقط. لو رحت على السعوديه تظهر لي جده. لو رحت على العراق تظهر لي اربيل. لو رحت على اليمن تظهر لي صنعاء. لو رحت على سوريا تظهر دمشق. لو رحت على ليبيا تظهر طرابلس. لو رحت على الكويت تظهر الجهراء. وبكده اكون حققت اللي انا الهدف من القاعده، وبكده يكون انجزت المهمه بنجاح. بس الخطا كان بكل بساطه انك انت ايه الدوله بتحط لها الجي 1 اللي هي المحافظه، يعني لما دخل الدوله بعد ما احدث البيان بتاعت الدوله المحافظه بتكون مطلوبه. والمحافظه هنا لو انت عايز تخليها مطلوبه برضو ما فيش اي مشكله. لو انت عايز تلغي الكلام ده كله برضو ما فيش اي مشكله تلغيه وهيشتغل معاك كويس ان شاء الله. يعني هنا مثلا مصر تمام، السعوديه تمام، برضو شغاله كويس ما فيش اي مشكله كده. ده اول مثال اشتغل تمام. بعد كده في المثال الثاني بهذا الشكل، جدول فيه رقم التسجيل والاسم ومكان الميلاد. طبعا ما فيش اي مفتاح اساسي، ما فيش اي مشكله. في بعد كده استعلامات. الاستعلام الاول يحتوي على الرقم، رقم التسجيل والاسم والمدينه، وفي شرط انه الاسم لازم يطابق المفتاح بي من الفورم 1، والتاون اللي هي المدينه لازم تطابق المفتاح سي من الفورم 1. ده اول استعلام. الاستعلام الثاني نفس الفكره لكن الفورم 2، يعني هو عاملها بطريقتين مختلفتين زي ما احنا هنشوف دلوقتي. يبقى الاستعلام ده هو عامله للفورم ده والاستعلام ده للفورم ده. تعالى كده نشوف الفورم 1. الفورم 1 بكل بساطه اختر مكان الميلاد وحاطط لك عليه علامه حمراء، يعني لازم الحقل ده اجبار انك تدخل. هقول له مثلا الرياض، بيقول لك اختيار الاسم هنا ليس ضروريا لكن يمكنك تحديد اسم من القائمه المسدله للاسماء. فبمجرد ما اخترت الرياض ظهرت لي كل الناس اللي في محافظه الرياض. وممكن تختار اسم معين من الاسماء علشان يظهر تلقائيا في النموذج الفرعي. تمام بهذا الشكل. تمام ده اول شيء. الفورم الثاني الاسم لازم اجباري، يعني اخترت الرياض بيقول لك هنا لازم تحديد الاسم اجباريا عشان تظهر لك البيانات. ازاي هو عمل الكلام ده؟ هنروح على الفورم الاول. هو عمل فورم عادي جدا في وضع التصميم، وهنا في الفورم هيدر حط الكومبو بوكس بتاعته وسمى الكومبو بوكس ده سماه سي، والكومبو بوكس ده سماه بي. الاحظ انه الفورم نفسه واخد مصدر البيانات من الاستعلام الاول. الحقل ده ملهوش كنترول سورس، بدون كنترول سورس يعني ان انباوند يعني غير منضم، لكن مصدر البيانات بتاعته من المدينه في جدول الاس تي. يبقى ده اللي هو اللي اختار المدينه من المكان الميلاد. اما الجدول الثاني هو عباره عن الاسم والمدينه، بس واخد شرط ان المدينه لازم تطابق المفتاح سي زي ما احنا شرحنا. يبقى هنا المفتاح لو اخترت الاسم لازم يكون مطابق للمدينه اللي موجوده هنا. في برضو عامل حدث هنا unit change عند التغيير او بعد التحديث، الاثنين مفيش اي مشكله. بيقول لك انه البي بتساوي نجمه يعني تساوي الكل، مي دوت ريكويري يعني الحقل ده مطلوب، وبيديك رساله يقول لك اختيار الاسم هنا ليس ضروريا. تمام ده اول حدث. هنا الحدث الثاني unit change عند التغيير، بيقول لك تحديث البيانات وهذا الحقل مطلوب.
أما هذه البيانات خاصة بالأحداث خاصة بهذا المفتاح، لو في أي أخطاء يذهب للخطأ. تمام. طبعا هنا دي اللي هو رقم التسجيل والاسم والتون ظهر عندي في الديتيل، علشان نوع الفورم عندي هيكون continuous form يعني نموذج مستمر. كده فهمنا أول جزء من الاستعلام الثاني، يعني لو اخترت الرياض كده بقول له لازم اختار الاسم من هنا. طيب نو لو انت اخترت الاسم مش هتلاحظ الاسم فارغ، لانه لازم احدد مكان الميلاد الاول لما يتكتب عندي مين الاسم. طبعا كلمة غير محدد، لو تقول لي انت كلمة غير محدد دي جت من فين؟ جت من التبويب داتا، عندك الديفولت فاليو القيمة الافتراضية غير محدد في الفورمات. لاحظ انه عدد الاعمدة واحد هنا، وهنا عدد الاعمدة واحد، مفيش اي تغييرات. اما في الفورم التاني ده الفرق ما بينه، هنا في هتلاقيه في ايه في الاحداث عند التغيير. اولا الحدث ده مطلوب، والاسم كمان مطلوب، بالاضافة لمصدر البيانات هنا المدينة تشترط السي، يعني هنا عشان اختار الاسم لازم يكون موجود في السي، ومكان الميلاد من مكان الميلاد بدون اي تغيير، برضو غير محدد وغير محدد بهذا الشكل. كده خلصنا من الجدول التاني، شرحناه بسرعة لكن هو ينطبق على نفس الفكرة. في برضو اخر واحد عندي الكومبو بوكس ده، هنا بختار الكاتيجوري الصنف، وهنا بختار المنتج. تمام. تعال الاول نشوف الجداول. الجدول الاول فيه الاصناف بهذا الشكل، ده تقريبا نفس المثال اللي انا شرحته على الدول، بس هنا يعني واخد بيانات اكتر. تيست العلاقات ما بين الجداول برضو one to many. النموذج بتاعه اولا مصدر البيانات واخد النموذج تيست، لانه اكيد العلاقة one to many او many to many. بعد كده عندي النموذج ده واخد control source category id، بس عندك الرو سورس بتاعه واخد الكاتيجوري اي دي والكاتيجوري نيم، وعندك هنا البرودكت واخد هنا البرودكت اي دي، بس هنا عامل ايه؟ عامل جمله اس كيو ال في الاستعلام. الجمله دي ينطبق عليها نفس الشرط اللي احنا كنا بنحطه في المعيار. هنا بقول له ايه؟ في جدول المنتجات في الحقل برودكت اي دي، في جدول المنتجات ايضا في حقل اسم البرودكت نيم، من كل ده من جدول المنتجات، بشرط انه البرودكت وبشرط انه الكاتيجوري اي دي الحقل الكاتيجوري اي دي في جدول المنتجات يساوي المفتاح كاتيجوري اي دي من الفورم كومبو تيست. بقول له هنا يونيون سيلكت، يعني يعتبر جمله استعلام اتحاد، انه لو كانت فارغه المنتجات يتم ترتيب المنتجات ايضا بحسب الاسم. هنا استعلام اتحاد انه في حالة القيمة فارغة ايضا النموذج في المنتج يكون فارغ. دي ببساطة كان النموذج الاخير، وانا هحط الثلاث نماذج ان شاء الله تحت الفيديو للتحميل. بالنسبة للتحميل من موقع عرب لوتس، عشان في ناس في معاها مشكلة في التحميل من موقع عرب لوتس، كل اللي عليك يعني مثلا عندي الحلقة بتاعت الفاتورة المبيعات اهي بشغلها، دي الحلقة بتاعت فاتورة المبيعات. لو انت نزلت في عرض المزيد هتلاحظ في وصف للحلقة عندك رابط قاعدة البيانات اهو على الموقع عرب لوتس، بضغط عليه بيحمل معايا. ادي الموقع بتاع عرب لوتس. علشان احمل منه بحمل ازاي؟ بنزل تحت خالص الاقي كلمة فري داونلود بالاسفل اهو زي ما انت شايف، نزلت تحت خالص الاقي كلمة فري داونلود، اضغط عليها بيظهر معايا الشكل ده. هنا عدد التحميلات، تاريخ رفع الملف، اسم رفع الملف، الحجم، اسم الملف، وصف للملف. انت بتدخل الكود ده 6940 وتنتظر 20 ثانية. خلاص اهو 3 ثواني. بعد ما الثواني بتخلص بتنزل تحت بتلاقي كلمة create download link، تضغط عليه
بعد كده بيقول لك ان الرابط ده متاح للجهاز بتاعك لمده 24 ساعه، تضغط على كلمه داونلود ناو بيبدا الملف يتحمل معاك عادي مفيش اي مشكله، وبيكون يستقبل يعني بيحاول انه يدعم باقي البيانات وسيرفر ممتاز ليس عليه اي مشكله، بيديك السرعه القصوى للملف، بيفتح معاك بثمن 8 منافذ في الانترنت دول مانج عشان يخليك تكمل بسرعه كويسه. بالنسبه للناس اللي الموقع مش بيفتح معاهم اساسا وبيكون في مشكله في فتح الموقع، كل ما عليك انك انت بتغير الدي ان اس بتاع الموقع بتاعك عن طريق الشبكه، بتفتح كليك يمين اوبن نتورك اند شيرنج سنتر، بتضغط على كلمه ايثرنت، بتروح على البروبرتيز الخصائص، تنزل تحت خالص عند الفيرجن 4 تي سي بي اي بي فيرجن 4، وتضغط على كلمه بروبرتيز، تلاحظ دي الاي بيهات الموجوده عندك، انت ممكن تكون عندك معموله كده بهذا الشكل، لو كانت عندك معموله كده بهذا الشكل بتضغط على كلمه يوز ذا فولوينج دي ان اس، وبتكتب 8 8 8 8 هنا 8 8 وهنا 4 4 ده الدي ان اس بتاع شركه جوجل، وتضغط اوكي، ده يبقى كده انت عملت الدي ان اس بتاعك. لو انت كانت عندك هنا بشكل اي بي هات، سيب الاي بي هات دي ما تغيرش فيها ولا تلعبش فيها اي خالص، كل ما انك تغير الارقام دي فقط وتضغط اوكي. بعد ما تضغط اوكي حاول انك تشغل الموقع، هتلاقيه ان شاء الله اشتغل معاك وتحمل الملفات بتاعتك بدون اي مشاكل. انا برفع على السيرفر ده لانه سيرفر كويس وبيحتفظ بالملفات لمده اطول، وبالاضافه انه بيدعم استكمال التحميل، وغير ده كله انه موقع عربي، انت ممكن تخلي عربي من تحت خالص هنا، تضع على كلمه عربي اللغة كده، أصبح الموقع بشكل عربي وإن شاء الله تستفيدوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشان تعرف تتعامل مع القناة بتاعتنا صح، بتدخل على رابط القناة كما هو موضح في شريط العنوان بهذا الشكل، الرابط مرفق أسفل الفيديو، ده شكل القناة بتاعتنا. بمجرد ما بتدخل عليها بتلاقي هنا الفيديو الترحيبي أو الدعائي بيعلمك إزاي تشترك في خدمة الجيميل واليوتيوب من شركة جوجل، بتستمع إلى هذا الفيديو. في بعد كده عندي القناة مقسمة إلى قوائم تشغيل، أول قائمة عندي شرح أكسس 2010 للمبتدئين، لو أنت فتحتها بهذا الشكل بتكون الدروس مرتبة ومرقمة حسب إصدارها، هنا اسم قائمة التشغيل وهنا بعض المعلومات أو وصف مختصر لقائمة التشغيل، ممكن تضغط على كلمة المزيد علشان تشوف كامل الوصف. بعد كده عندك الدروس، هنا اسم الدرس ورقم الدرس واحد، وهتتأكد منه انه مكتوب هنا واحد برضو عشان يكون الترقيم صحيح. هنا مدة الحلقة الخاصة بالدرس زي ما حضرتك شايف. بعد كده في سلسلة تعليم لشرح مايكروسوفت اكسس 2010 مستوى متوسط، في بعد كده معلومة في اكسس، في بعد كده دالة في اكسس، في شرح باوربوينت 2010 للمبتدئين من كورس الاي سي دي ال، في شرح انترنت اكسبلورر برضو من الاي سي دي ال، في شرح برنامج في فيديو، طبعا لسه التحميل شغال هنا بتلاقي هنا في صور. بعد كده ممكن هنا لو عايز تزود مثلا في السلسلة التعليمية، هنا في سهم صغير تضغط عليه يوديك على الفيديوهات اللي بعدها بهذا الشكل. وهنا في شرح برنامج في فيديو بنشرح بعض البرامج المميزة والمهمة. تعال نشوف بعد كده ازاي نتعامل مع الفيديو نفسه. يعني مثلا انا عندي حلقة في دالة في اكسس اسمها حساب العمر في بي اي وتحويل التاريخ من هجري الى ميلادي، هي الصور كده اكتملت ولله الحمد بهذا الشكل. بعد كده عندي هذه الحلقة مثلا حساب العمر في بي اي وتحويل التاريخ من هجري الى ميلادي، اضغط عليها، لو ظهر لك اعلان هنا ممكن هتلاقي كلمة تخطى الاعلان بعد 5 ثواني على الفيديو، اضغط على كلمة تخطى الاعلان. في بعد كده عندي تحت الفيديو اشتراك، ياريت لو تشترك في القناة. في برضو عندي مشاركة، لو حابب انت انك تشارك رابط الفيديو على الفيسبوك او على تويتر او جوجل بلس او مدونة او اي موقع من المواقع دي. في بعد كده عندي وصف الفيديو بهذا الشكل، اضغط على كلمة عرض المزيد، الاحظ ان انا بكتب لك وصف مختصر للحلقة، وممكن لو في ملف انا برفقه في الحلقة بيكون رابط قاعدة البيانات محل الشرح بهذا الشكل، بضغط على هذا الرابط، عندما ينتهي العد اضغط على كلمة سكيب اد بهذا الشكل، سوف يتم التحويل الى موقع التحميل، تنتظر كلمة preparing download لما تتغير وتتكتب بدلها كلمة download، هنا اسم الملف age 2، صيغة الملف دوت رير يعني ملف مضغوط،
ظهرت معي كلمة داونلود وحجم الملف بالكيلو بايت، اضغط عليها هيبدأ التحميل معايا مباشرة. طيب لو موقع تاني انا رفعت عليه موقع سهل وبسيط اسمه داتا فايل هوست، تلاحظ لو الرابط ظهر لك بهذا الشكل بتشيل علامة الصح اللي هنا وتضغط على كلمة داونلود هيبدأ معاك التحميل مباشرة. وشكرا لكم لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.